وسام نصر. طبعا هي الحقيقه بتجري لقاء مع السيد وزير القوى العامله، خلونا نتابعه ونرجع ليكم مره ثانيه. الاستحقاق الدستوري عشان تضيف للعمليه الدستوريه وتحقيق النجاحات على مستوى مجلس النواب او المجالس النيابيه كلها. فاللي احنا شايفينه واللي احنا بندعو للمواطن ان هو يكون متواجد ويدلي برايه دون اي ضغوط من اي حد. هو رايه احنا اللي ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين رأي المواطن يعبر عن احتياج الشارع ورغبة الشارع، هو عايز مين، هو ده اللي احنا بنبحث عنه في هذه المرحلة. بعض المواطنين كانوا خايفين من النزول للإدلاء بأصواتهم بسبب جائحة كورونا يعني، لكن أنا يعني حضرتك بعد نزولك والتصويت في اللجنة، حضرتك شايف الإجراءات الاحترازية كافية أو في داعي لخوف المواطنين؟ هو يعني احنا عايزين طبعا، احنا شايفين ما حدث في المرحلة الأولى على مستوى الدول الأوروبية ودول الخارجية وما حدث في الدولة المصرية. متهيألي أن الدولة المصرية قدرت بكل الإجراءات الاحترازية اللي خدتها خلال الموجة الأولى أنها تحقق نجاحات بالأرقام اللي كانت موجودة. وإحنا طبعا في الدول الأوروبية دلوقتي أصبحت الأرقام كبيرة وهم بيعتبروا أن دي بالنسبة لهم موجة تانية، لكن إحنا قادرين على أن إحنا نكرر ما تم إحداثه وفعله في المرحلة الأولى، وإن يبقى عندنا حرص داخلي مننا إحنا كمان. قبل ما حد يقولك البسي كمامة أو اعملي كذا أو اعملي كذا، يبقى الحرص ده جوايا أنا، عشان إحنا محتاجين إن إحنا نحافظ على بعض كلنا. فمتهيألي إن يعني إحنا لو ما نبص كده حوالينا كلنا لابسين كمامات، إذن ده أمر حيوي، وده زي ما بيقول مش تحمي نفسك بس، احمي نفسك واحمي غيرك. شايف ازاي مشاركة العمال في اهم الملفات اللي هتطرحها القوى العاملة على البرلمان الجديد؟ هي طبعا خليني اكمل معاها الجزء بتاع الانتخابات وبعد كده اجاوب على الاسئلة. اتفضلي، كنت عايز تقولي حاجة؟ نعم، يعني مشاركة المسؤولين من قطاع القوى العاملة، حضرتك شايف هل قاموا بواجبهم الوطني على اتم وجه او هناك بعض التقصير، او طبعا هم نزلوا وادلوا باصواتهم؟ لا، احنا طبعا في العمليه الانتخابيه بنعمل متابعه من خلال مديريات القوى العامله. احنا عندنا في كل محافظه مديريه للقوى العامله. المديريات اللي في المحافظات اللي فيها انتخابات النهارده، المديريات بتتابع المنشآت والعمال عشان يبقى في عمل دعم للعمال ان هم وتسهيل للعمال ان هم يضلوا باصواتهم، وده بيبقى بالحوار والنقاش مع اصحاب الاعمال، وده بالفعل يعني بيسير على اكمل وجه من خلال العمليه الانتخابيه في المحافظات اللي بيتم فيها النهارده من خلال مديريات القوى العامله في المحافظات.